التلميذ يعمل الكيف هو نموذج للتلميذ الناجح اللي يفرح والديه, والأكثر من هذا هو فرح ولاية كاملة, لأنه ولاية كاملة وحتى بلاد كاملة أكيد نحكو على سي أحمد البغانمي. مدرسة النجاح ناجح اسم على مسمى, مدرسة النجاح تجروين, نحكو على المعدل 18.75 في المناظرة الوطنية لدخول المدارس الأعدادية النموذجية, هو الأول على مستوى جهوي سي أحمد البغانمي 18.75. حاضر معنا أكيد اللي نجموا يسمعونا يتفرجوا فينا على الباج راديو كيف, ونجموا يتفرجوا في البث الحي المباشر, هو على يساري. وأكيد الوالدة ربي يخليها أكيد أختنا كريمة بن ضيافي حاضرة على يميني. نحكوا في الكواليس, ازدحمت قلت لي نبدو مع الوالدة ربي خليها, أهل وسهلة, ألف مبروك, نجدو لك التحية أكيد والمبروك على المباشر في البث الحي. نذكرت نجموا تفرجوا فينا. أحمد ما شاء الله عليه, كنت تتوقعي الأول على مستوى جهوي ولا لا, وخاصة شنو السر في هذا الكل؟ ما شاء الله تفضل. أول حاجة الحمد لله يا ربي إنه ولدي يتحصل على المعدل هذا اللي هو نورني, نور العائلة, نور مدرسته, نور الجهة كاملة معتمدية التجروين, ونور ولاية الكاف. لك الحمد يا رب. ولدي صحيح هو ديما متميز, ديما متحضيري من السنة الأولى, المعلمين ديما يراهنوا عليه, ديما يقولوا لي راه ولدك إن شاء الله من المتميزين, ولدك إن شاء الله ينجم يكون حتى الأول معناها جهوي ولا حتى وطني. لك الحمد يا رب. ما كنتش نتصور الأول جهويا. صحيح هو متميز, صحيح هو ديما الأول, أما هيك الصدمة الأولى هذيك معناها ما كنتش تصور أنه هو يجي الأول جهويا. لك الحمد يا رب, لك الحمد. صدمة إيجابية. صدمة إيجابية بطبيعة, وفرحة عارمة أنه ولدي الحمد لله نورني ونور بوه اللي تعب عليه برشا برشا. نذكر فقط اللي قبل ما نمشوا المشال وكذا نحكوا معه, اللي أنت مربية معلمة, ولكن السر في هذا أكيد تنعرفوا معه وشوية, وهذه فرصة احنا باش ما شاء الله نقدموه نموذج ناجح وكذا يعمل كيف, ولكن ما فيها بيس انطلاقا من ولدي يوسف يسمع يقول, وكل ولي اكيد يحب يعرف السر باش نقتدوا بالقدوم ما شاء الله. شنو الحل كيفاش يراجع لانه اجور كذا تفاصيل؟ احنا عائلة تربوية. احنا عائلة تربوية. انا معلمة, بوه معلم, بوه ديما يدعم فيه الحقيقة, ديما معناها عمل يومي وعمل دؤوب معناها كل يوم. الحمد لله يا ربي هو يطيع ويسمع الكلام, يراجع. صحيح عنده مساحة للترفيه كيف الصغار الكل, صحيح, أما زيادة العمل اليومي اليومي من السنة الأولى للسنة السادسة. واضح, تبارك الله. زحمت خويا خمسة وخميس عليك, خلينا للأمانة نحكي بكل أريحية. شيء يعمل كيف 18.75 الساعة قبل كل شيء, هال 18.75 هذيا أعطيني كيفاش توقعت, أكثر أقل شوية في الزونة ذيك؟ الزونة ذيك يعني لما لا أكثر, وحتى شنو ال 18.75 حسيتها للأمانة في كنت تحب تجيب أكثر ولا سقف انتظاراتك؟ ليه بطبيعة كل واحد يحب يجيب أكثر. طموح هذي محليه الساعة وشي يعمل كيف. شكون أكثر واحد نعرف ماكش بش كون ديبلوماسي في جوابك, ولكن أكثر واحد دعمك على الأخر ومعاك في كل خطوة؟ بابا الضاوي البغاني. ما شاء الله سي الضاوي يلتحق بينا هكا, مرحبا كلينتين, مرحبا سي الضاوي, تنجم جيب حذينا بالرغم الوالدة حاضرة وقول سي بابا سي الضاوي. نجم تحية. تحية كبيرة. اليوم أحمد شنو النصيحة اللي تعطيها لكل تلميذ في عمرك كلا غالب ما أسعفوش الحظ؟ سي الضاوي مرحبا, تفضل خويا بحذا ولدك بالرغم الوالدة حاضرة ولكن شد الصحيح قال لك سي الضاوي. سي الضاوي أهل وسهلا مرحبا, تقرب الميكروب بصوتك يطلع. سي الضاوي أهل وسهلا مرحبا, تفضل. بارك الله فيك. ساعة ريزيمي معناها أنه الكلمة اللي قالها ولدي أثرت فيا ياسر. شكر موصول معناها المعلمين اللي ساهموا حطوا على الدرب هذا درب المعرفة, زعموا امنوا ليه المكتسب قبلي انا. بالطبيعه هذاك واجب يكون معاه هو مطيع يعطيها الصحه, ماما تعب معاه. نشكر الزملاء
اللي صار على انا باش حطوه على درب المعرفة باش يكون متميز ان شاء الله نتمنى له اكثر من تالق ان شاء الله وان شاء الله يوصل هكاك ونحن هنا ديما ندعموه. شكرا لكم من خلالك تحيه لكل بو تحيه لكل ام وتحيه لكل مربي للامانه نجح الصغيرات. شكرا لك سي ذو. مشكور. نكملوا معاكم بعد سي سفيان باش تاخذوا في كلمه اليوم زدحمد والكلمه ذي مصر عليها زدحمد تبارك الله تحيه لك. التلميذ اللي يسمع فيك وغيره اش تنصحوا نصيحه لانه ساعات يقبلها من تلميذ كيف وما يقبلهاش من عند ولي يشوف به ثقه بالنفس. ثقة بالنفس كلمة باهية برشا. شنو الثقة بالنفس هذه اللي خليك تمشي في الثقة بالنفس؟ شنو علاش شديت في الثقة بالنفس مش غيرها مثلا؟ خاطرش عندي طموح نحب نوصل لها. واش تحب توصلي آخر كذا؟ طبيب. طبيب. نقرا ميديسين. طبيب. ثم شكون نصحك باش تمشي طبيب ولا وحدك هكا؟ بالطبيعة بالدعم. دعم. دعم والدعم. اخترت طبيب، ثم شكون قال لك اخترت طبيب مش غيره؟ ولا انت اخترت طبيب هكا وحدك؟ لا لا وحدي. اوه ما شاء الله ما شاء الله. وحدي وزاد ماما دعمتني. اسمع اختنا كريمة تقول يا ما تنساش امك، تفضلي عندك الكلمة. لا هو زاد عنده ميولات للمادة العلمية. جيد جدا. جيد جدا. هو عنده ميولات كبيرة للمادة العلمية والمعلم نتاعو اللي قري فيه ديما يقول لي راهو متميز في في مجال العلوم. ما شاء الله. تحية كبيرة ليك. يحضر أيضا الجاب سي سفيان جيزاني مسؤول على الأنشطة الثقافية المندوب الجهوي للتربية الكي. تفضل سي سفيان مرحبا بك. تفضل مرحبا. شكرا. لا إجابة حذينا لهيك لينتين خويا نحب نشوف وجهك. مرحبا بك سي سفيان. أهلا وسهلا مرحبا. اليوم على مستوى جهوي الأولى على مستوى جهوي من مدرسة النجاح من تجروين، إيش تقولوا بالضبط؟ رسالة ليك والكل يسمع فينا. الحمد لله احنا بالنجاح ذي حبينا نتوجهوا لجميع التلامذة اللي سواء نجحوا في المناظرة دخول المدارس العددية النموذجية أو في مناظرة النفيم أو في بكالوريا. إن شاء الله ديما الفرحة ديما في المنازل العائلات متاع ولاية الكهف. هذيك الفرحة متاعنا احنا كمندوبية الجهوية للتربية على رأس السيد مندوب والكل وحتى من الوزارة الكل هي غايتنا هي التلميذ. غاية التلميذ فك النجاح متاعو فك الفرحة متاعو فك الشقاء وك التعب متاع الوالدين ما يذيعش كيكا نشوفوا ولدهم تول الحمد لله كتشوف نموذج أحمد 15-75 يعني كان الخذاب بونتو زايدة كفي في اللغة العربية هي التايحاته شوية ينجم يكون من الأوائل على المستوى الوطني. الحمد لله نتيجه جدا ممتازة. نباركولو هذا نباركولو الوالديه المتاعو هما زملائنا في التربية سي ذاو البغالمي مدام كريمة بذيافي كلهم هذون حرص كبير الكل على خطر احنا رانا حبينا ونكرهنا الراهنو كان على العلم الراهنو على العقول. ان شاء الله ما يذيعش تعبنا ان شاء الله جاي خير ان شاء الله نشوفوهم ديما في عالم مراتب وهذيك فرحتنا نحنا كمندوبية فرحتنا كبيرة كي نشوف وليداتنا ديما متميزين وديما متألقين وتحية لجنوب الولاية تجروين. أثناء عندنا فرحتنا في أكثر من إسباكي فرحتنا أثناء حتى في الرياضة في كانت الرياضة. الأولى وطنية فردوس وكيف كيف هو أحمد اللول جهويا إن شاء الله بشقعة تكريمهم إن شاء الله في غضون أواخر شهر جويلية في يوم العلم في ولاية الكاف كلهم باش يتحصلوا على جوائز من مقدمة من المندوبية الجهوية للتربية. شكرا سهل. كيف كيف لذات الكاف. شكرا لسيفتحي على الاستقبال بتاعكم وحفاوة الاستقبال. مرحبا. إن شاء الله ديما نجيب لكم النتائج الباهية ونجيب لكم ديما الفرحة متاعك. مرحبا اهلا وسهلا. شكرا جزيلا سفيان جزيلا مسؤول على الانشطه الثقافيه المدوجه للتربيه الكيف. استاذ احمد جدك قول له كلمه من هنا حي خاطر جاب حذانا. شنو اسمه ذكرني به؟ صالح بذيفي. سي صالح تحيه ليك سي صالح وكلمه اخيره ليك مدام وكلمه اخيره تفضل. شنو انا نشكر جزيل الشكر لزملائي في مدرسه النجاح نشكر تجربة. مدام سميرة قطوسي اللي هي حارسة واللي هي تحرص على التلامذة اللي هي وفرت لنا الظروف اللازمة الكاملة لل انهم الوليدات يتفوقوا بخلاف احمد احنا عنا الزوليدات اخرين نجحوا الحمد لله. الحمد لله الحمد لله يا ربي. لا ما عندي ما نقول اكثر من هكا الحمد لله يا ربي. عندك المخرج احمد حسيت اي بس تفضل اي خاصه الماما وبابا اي وخاصه بابا خاصه مصر عليه ثقه في النفس سفيان جيزاني والزملاء زملاء بابا وماما يعني معلمين تاعي سيد زهير حمداني سيد السحبي القاسمي سيد فتحي بن علي
والسيد ضربو غانمي بكل تلقائية. شكرا جزيلا شكرا جزيلا لك. ما شاء الله زحمة المغانمي 1875 الأول على مستوى جهوي منظرة المنظمة الوطنية لدخول المدارس العدرية نموذجية. نذكر بربي تليم ذات اللي ما شاء الله ما صحهمش الحظ ما نجموش يوصلوا باش يوصلوا المدارس النموذجية وما في حتى شيء تجمو تقروها وما شاء الله زعما يقول لك برا كل شيء ممكن ثقة في النفس ما وصلتش المرضية توصل المرة الجاية وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق للجميع إن شاء الله. هذا قوس فتحناه. سي ضاوي خذا دور سي ضاوي كلمة أخيرة عندك ما تضيف تفضل تفضل سي ضاوي. نشكركم جزيل الشكر نعاود نشكر زملائي ونثني على المجهود الجبار اللي بذلوا فيه الحق سواء في الخصوص الدروس معناها رسمية ولا حتى في دعم داخل المدرسة. نشكر الإطار كل الناس اللي فرحوا معنا بارك الله فيهم. نشكر ولدي اللي شرفنا شرف الجهة شرف تجروين شرف القطاع بارك الله فيه من جديد ويعطيكم الصحة. شكرا جزيلا شكرا السيد ضاوي شكرا. ذي قوس فتحناها في الفلاح دويم احتفالية خاصة بزحمة المغني فلاح دويم ما شاء الله ديما بالتزامن مع رقيته ذي ديما يا نوفيام يا باك خويا ان شاء الله دويم. شكرا.